ازيكم يا بنات، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وألف صحة ان شاء الله. النهاردة انا معاكم في فيديو جديد بقى من مطبخي. طبعا جالي استفسارات كتير قوي عن الرخامة، فحبيت بقى اعمل لكم الفيديو ده مخصوص واتكلم فيه عنها. انا الصراحة يعني سألت جوزي ازاي الرخامة اتلزقت وكده، وهو شرح لي، بس انا برضو يعني حسيت مش عارفة اوصل لكم الرسالة كويس، فطلبت منه ان هو يتكلم معايا في الفيديو ده ويشرح لكم هو بنفسه وكده. فهو الحمد لله يعني وافق، وهو دلوقتي هيتفضل معانا بقى يشرح لكم ازاي الرخامة دي اتلزقت في المطبخ. اتفضل يا استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة. أنا بداية كده إن شاء الله يعني سعيد جدا إن معاكم في الفيديو ده، رغم إن كنت رافض الفكرة بصراحة، بس ده طبعا دعم مني لزوجتي. أكيد طبعا دي لما تحتاجني أكيد هدعمها وأقف جنبها. وعشان ما أطولش عليكم، هي طريقة التقفيلة بتاعتنا سهلة جدا، بس ده طبعا بالنسبة لأي واحد متخصص بتاع رخام، لكن بالنسبة لنا هتبقى صعبة شوية، بس هي يعني سهلة ومش مكلفة إن شاء الله جدا. ولو مكلفة هي بصراحة بتبقى حاجة في قمة الشياكة وفي قمة النظافة بصراحة يعني. وعشان أرد على استفساراتكم أنا هقول لكم فكرتها، واحتراما واقتناء مني ليكم. في الأول هو كده بيجي الراجل بتاع تركيب الرخام وبياخد المقاسات حسب كل مطبخ، ودي بتبقى غالبا اثناء ما بياخد مقاسات الرخامه بتاعت الحوض مثلا، ويبدا يسالكم بقى مثلا ايه عن الشكل اللي ممكن تحبوه، مستطيل او مربع او بيضاوي او منحنيات او حسب مطبخكم ومساحته برضه. وبيبدا يجهز في ورشته الشكل اللي هيجي يركبه ده، وفي نفس الوقت ممكن يزوقه زي كده مثلا. وانما بالنسبه للتركيب بيبدأ يتعامل مع السيراميك اللي في الحيطة، اللي هو ده مثلا بتاع الواجهة دي، وبيبدأ بقى إن هو إيه يقوم بتقطيعه بحجر قطعية. ده بيبقى خاص بتقطيع الرخام على قد المقاسات اللي إيه اللي إحنا أو اللي هو عملها في فرشته اللي خدها من عندنا من قبل كده طبعا. وبيبدأ إن هو ياخد كل رخام على حدة من التلاتة، وبيبدأ يحطهم في التجويف اللي هو حفره في السيراميك، وبيلزقه بمادة قوية جدا خاصة بلزق الرخام، لدرجة إن ممكن إن إحنا نقف عليها أصلا من فوق. وبعد ما بيتأكد جدا من ثباتها الأولى والتانية والتالتة بالشكل ده، أو يعني سواء بالرسمة اللي إحنا عاملينها فوق برضو اللي هي بنقول عليها برنيطة أو شكل الزخرفي اللي بيبقى فوق. وبعد ما متأكد جدا من ثباتها بيجي الراجل بقى بتاع الألوميتال، وبيكون أصلا مجهز اللي هي التقفيلة دي كلها كده على بعضها تمام. وبعدين بيجي بس هو بيركبها، ولما بيجي يركبها هو بيثبتها ببرشام من هنا كده ومن هنا زي البرشام بتاع الألوميتال بالظبط. برشام متثبت في الايه في الرخام اللي هي الحوامل او القواطع اللي هي ايه اللي الراجل برضو عملها اثناء ما هو ركب الحاجات دي في التجويف. كل ده لازم يبقى له تجويف جوه عشان يبقى ده قوي جدا ويستحمل. وبعد كده يعني هي بصراحة يعني في البداية كده بتبقى يعني تحس انها صعبة شوية للوهلة الأولى، بس هي لا هي أسهل وأنضف وأشيك ما يمكن. واتمنى يا رب انكم تعملوها كل يعني عندكم كلكم، وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا كده او اكون افدتكم ورديت على استفساراتكم. والتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل. وكده يا بنات بقى، بعد ما خلصنا يعني شرح للرخامه واتلزقت ازاي والكلام ده كله، انا ان شاء الله دلوقتي معاك وهعمل معاك ودعم لمجموعه قنوات، بتمنى منكم ان شاء الله انتوا تشوفوهم وتتفرجوا عليهم. استنوني. وكده يا بنات، اول دعم معايا لقناه بيتي بسمه حياتي، صاحبتها ابتسام، بجد قناه حلوه قوي. عاوزاكم تدعموا القناه دي، هي لسه في الاول، فيا ريت نتفرج عليها، بتعمل افكار كتير. اللي عاوز كمان افكار بخصوص المدارس والكلام ده كله او اكلات معينه يبعت لها وهي تعملها لكم ان شاء الله. كمان تاني دعم معايا لقناه وصفات، قناه منوعات رودي، صاحبتها بسنت، بجد جميله جدا القناه دي ومتنوعه وعندها افكار حلوه قوي، بجد القناه دي تحفه وصاحبتها جميله قوي. انتوا لو اتفرجتوا
عليها بجد مش هتندموا خالص. كمان تالت قناة معانا وصفات شرقية، صاحبتها بجد برضو متنوعة ومتجددة في كل أفكارها، برضو طبخات ووصفات وتنظيفات وكلام كتير قوي. كمان رابع قناة معانا قناة بروفيشنال تشانل بتاعت أستاذ محمد. يعني ناس كتير قوي سألتني انت ازاي عملتي القناة وشغلتيها ازاي، وازاي في ممكن ازاي نكسب من اليوتيوب. انا والله الصراحة لسه بتعلم الكلام ده كله، لان المسؤول عن قناتي هو جوزي واخويا، هما اللي بيعملوا كل حاجة في القناة، انا لسه بتعلم الحمد لله. فانا عشان كده بقول لكم اللي عاوز اي حاجة او يستفسر عن القنوات خش وزوروا قناة بروفيشنال تشانل بتاعت استاذ محمد، ما شاء الله يعني عليه موهوب جدا جدا، وهو يعني دارس في المواضيع دي وخبرة يعني بجد في الكلام ده كله، وهيفيدكم اكتر مني بمراحل يعني، ومش هتندموا خالص. كمان القناة اللي بعد كده معايا اليوميات اسراء اسماعيل، بجد بنوتة زي العسل خالص وشطورة قوي قوي هي، ما شاء الله القناة دي عاملاها جديد بقى لتجهيزات العرايس والكلام ده كله، وبتجيب بقى ايه اللي مناسب للعروسة وايه اللي مش مناسب، بجد افكارها حلوة قوي وهي بنوتة زي العسل، وان شاء الله قناتها هتعجبكم. كمان معايا دعم القناة يوميات ميمة، القناة دي جديدة يدوب لسه في البداية، برضو عاوزين ندعمها ونخش نتفرج عليها ونعمل عندها اشتراكات بقى ونكسر الدنيا كده معاها، بجد القناة دي هتعجبكم قوي، ويا رب كده يكون الدعم بتاعي عجبكم للقنوات دي، واتمنى ان انتوا تخشوا وتفعلوا عندهم الجرس وتشتركوا عندهم، لان طبعا اليومين دول بقى كل القنوات دي محتاجة دعم ولازم كلنا نقف جنب بعض. واتمنى كده يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم ويكون كان خفيف عليكم، وشوفوني ان شاء الله في فيديوهات جاية معاكم ان شاء الله، وباي باي.